يا يعني وسهلا بيكم. لكم التكنولوجيا والموبايلات بطلت تدخلها مصر بقالنا شويه حلوين، وبصراحه كده انا بدات اتعود على الموضوع وقررت اللي هو انا مش هستنى ولا تدخل تاني مصر، انا هبدا اتكلم عن الحاجات اللي احنا كنا متعودين نتكلم عليها على طول. وطبعا الموبايل والسلسله غنيه عن التعريف، اوبو رينو 8 البرو. الموبايل ده نزل عالميا في اقل من اسابيع، والنهارده خلينا نعمل ريفيو تفصيليه لهذا الهاتف الفظيع. مبدئيا كده لما تمسك الموبايل وتفتح علبته بتلاقي هنا جوه العلبه كام حاجه لطيفه. تلاقي كفر جوه الموبايل، حاجه كده انا افتقدتها. الكفر ده تحس ان هو مقطوع، يعني في هنا قطعه كبيره. بص يعني هو الكاميرات هنا تخينه قوي وكبيره قوي، ان هي يعني قطعه الكاميرات تختوخه. الكفر معفن قوي الصراحه، نصكم على الاخر يعني. بعيدا عن الكفر بقى، في حاجه روشه قوي، هذا الشيء. الشيء ده كان مكتوب عليه بالبولد 80 واط. الشيء ده بيشحن موبايلك من 0 لـ 100% في اقل من 30 دقيقة. وطبعا اكيد يعني بيجي بسلك يو اس بي تايب سي، وهنا التكنولوجيا مستخدمة مش سيل سي زي كل الناس، يعني بتستخدم يو اس بي اي لو يو اس بي التخين ليو اس بي سي. حاجة لطيفة قوي. والفكرة يا جماعة ان البطارية هنا مش صغيرة، الفكرة ان هي البطارية مش 3000 4000، لا البطارية هنا 4500 ملي امبير، فاللي هي بطارية كبيرة بتشحن بسرعة والبطارية بتقعد شوية حلوين، ودي من أقوى الحاجات اللي تخليك تشتري موبايل ده عامة، اللي هي بطاريته ممتازة الصراحة. خلينا نبدأ كمان نتكلم على التصميم، والتصميم ده أنت أول ما تشوفه هيعجبك جدا جدا كده، وهو محطوط على الرف وتحس اللي هو أوف الجمدان ده، ولكن لما تركز معاه شويه وتبدا تستخدمه شويه هتلاحظ شويه حاجات مش عاجباك. على الرف كده انت شايف جهاز لامع شامفرد ادجز كده، ادجز بتاعته مقطعه كده من جنب واخده كيرفات، شكلها خرافي، شكلها جميل جدا جدا جدا، شكلها يعني هيعجبك قوي 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 بصراحه. مش عارف انا والدي لما شفته كده على الرف في المحلات وانا عمال ابص، قلت له هو ده كان ده ايه ده؟ قال لي ده رينو 8 برو. قلت له لا لا ده مش ال 8 برو، شفت صور ال 8 برو مش كده. فانت الموبايل ده في الصور وفي الفيديوهات مش هيديك نفس الانطباع غير لما تشوفه على الحقيقه جوه المحل كده وتمسكه، هتحس ان هو شكله فظيع. تيجي بقى تستخدمه كام يوم كده زي حالاتي، هتحس الموبايل حوافه حاده وبتوجعك، ومش عامل لما تحطه في جيبك الموبايل ده يعني بوكسي شويه، مش زي الايفون اللي هو كيرفد او زي الموبايلات الثانيه، لا ده يشبه اكتر تصميم النوت بتاع سامسونج قبل ما يتلغي اللي هو كانت مربع. بس هو بيديك احساس اليوني بادي ديزاين، قطعه واحده يعني بتاخد الكيرفات بتاخد الحاجات، ومربع الكاميرات مربع كبير، يعني مديلك احساس ان الكاميرات هنا كبيره، والكلام ده بيتباع قوي في الكفر زي ما شفنا من لحظه. زرار الفوليوم على الشمال، زرار باور على اليمين، وبصراحه احساسه حلو كده، ولو انت ايدك صغيره هتوصل له بسهوله، مش زي موبايل تاني يحط لك الفوليوم فوق والزرار ده كده، فتحس ان انت محتاج تبقى ايدك 50 بوصه عشان توصل له، لا انت وانت ايدك صغنونه. وقام تفتح الموبايل بتشوف الشاشه، الشاشه هنا فول اتش دي بلس مش 2K. والموبايل ده سعره بدا يوصل لاسعار كتير قوي، الموبايل ده سعره بدا يوصل لحد 18000 جنيه مصري عشان تشتري الموبايل ده. سعره بره مصر بيكون فرنش ال 12، بس سعره في مصر 18000 جنيه. فول اتش دي بلس بالنسبه للفئه دي من السعر يعني مش احسن قيمه مقابل سعر، ولكن الشاشه هنا بتوصل لحد 120 هرتز. الشاشه 120 هرتز في المنظر ده جميله ورائعه وسريعه وهتعجبك. كنت اتمنى ان هي تتزقل 2K، ولكن فكره ان هي املت 120 هرتز فالشاشه مش وحشه. وخلينا بقى نروح للحاجه اللي ما كانتش الاقوى وفي نفس الوقت هي الاقوى، ودي معادله غريبه شويه لكن مش هتلخبطك خالص، وهي الكاميرات. الكاميرات هنا الكاميرا الاساسيه كاميرا خرافيه، والكاميرتين التانيين الموجودين هنا كاميرات بلح. الكاميرا الاساسيه السنسر بتاعها هو السوني اي ام اكس 766، وده سنسر 50 ميجا بكسل بيطلع صور ممتازه حلوه قوي. وعامه السنسر ده مش غالي، فبتلاقيه في موبايلات ارخص شويه من الرينو 8 برو، والصور اللي بتطلع من السنسور ده فعلا جميله قوي وهتعجبك، واللو لايت بتاعها فعلا ممتاز وهيعجبك قوي. الفكره بقى في الكاميرا ال 8 ميجا بكسل الترا وايد والكاميرا ال 2 ميجا بكسل الماكرو. الكاميرتين دول يا جماعه يعني مش لاقين خالص، يعني كاميرا حته كده والكاميرات الثانيه بيلعبوا تحت. حتى الكلام ده ممكن يبان في اضاءه حلوه زي اضاءه استوديو تصوير، كميه اضاءات حوالينا بتخليه الصور ممتازه. بصوا مثلا كده لو صورت 1 اكس قلبتها الـ 0.5، هو الصورة اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي دي يعني الكاميرا ممسوحة، هي مش عيب في الموبايل ولا انا عامل حاجة، لا هي الكاميرا فعلا مش حلوة. صورة الالترا وايد مليانة نويز بطريقة تضحك، يعني الموضوع غريب جدا، نويز
في اضاءة استوديو. بس على الناحية التانية حرفيا يعني الكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل كاميرا لطيفة قوي. بحس عيب قوي ان انا اتصور صورة في اضاءة استوديو واقول احطها في الريفيو. عبد الرحمن خد كام موبايل ده ولف كده اتصور سيلفي مع كل واحد في التيم في حتته في الاضاءة اللي هو فيها، وابدا كده بجون ورا الكاميرا وشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. الكاميرا السيلفي موجودة هنا هي نفس الكاميرا السيلفي كانت موجودة في الوان بلس 10 تي، كانت موجودة في الوان بلس 9 برو، فهي كاميرا سيلفي فعلا جميلة قوي، استخداماتها حلوة وفي معظم الاوضاع حلوة. فهي ملخص الكاميرات هنا، كاميرا سيلفي حلوة قوي 32 ميجا بكسل، كاميرا خلفية اساسية حلوة قوي، وكاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد وال2 ميجا بكسل ماكرو يعني بلح باللحمة المفرومة حاجة كده بايظة. المكنه اللي مشغله الموبايل ده هي مكنه ميديا تك الدايمنسيتي 8100 ماكس، بروسيسور لطيف قوي، اداؤه طبعا مش هيكون زي ال 865 ولا السناب دراجون 8 جن 1 ولا ال 16 بايونيك اكيد، وبصراحه اداؤه بالنسبه لفئه السعر بتاعته برضو يعني محتاجين نفكر في الموضوع شويه. اوبو ما زالت بتلعب في حته احنا الموبايلات البريميوم ومش عارف ايه، والموضوع هنا يعني كجهاز عامه كملمس كاستخدام كده كمنظر جهاز هو بيبيع الحتة دي او بيزق فيها او هو منظره احلى كتير من منظر حاجات تانية. فهو بروسيسور لطيف وب 256 جيجا بايت ستورج، الموبايل ده لطيف جدا في الاستخدام وبيشغل معظم الالعاب انت تلعبها، ولكن خليك عارف الجملة دي مش اقوى اداء بالنسبة لفئة السعر. البطارية زي ما قلت في بداية الفيديو بطارية الموبايل ده بطارية ممتازة، بطارية محترمة، واحنا اتعودنا على ده من اوبو، والموبايل ده ما اقدرش اقول عليه اي كلمة غير ممتاز. سوفت وير الموبايل ده سوفت وير كارو اس 13 موفر على الاندرويد، يعني هي طبقه خفيفه سوفت وير. الموبايل ده كسوفت وير وكاستخدام وكبطاريه توب. خليني ادي سكور للموبايل ده من 5 في كل فئه من الفئات. كديزاين هديله 3.5 من 5، ديزاين تحفه، ولكن العمليه بتاعت الاستخدام والشارب ادجز دي بتكون صعبه شويه. الشاشه الصراحه 4 من 5، شاشه فعلا جميله اميلد 120 هرتز فول اتش دي بلس، لو كانت نقطة 2 كي كانت هتكون 5 من 5. أداء بالنسبة لي هيكون 4 من 5، البروسيسور محترم جدا وكل حاجة بس مش أقوى بروسيسور بالنسبة لفئة السعر. الكاميرا كتجربة عامة 4 من 5، لو كنا شلنا أصلا الكاميرا الألترا وايد وشلنا الكاميرا دي كان ممكن أصلا تنط، بس ككاميرا أساسية وكاميرا سيلفي الموبايل ده هيديك صور فعلا جميلة. سوفت وير الموبايل ده سوفت وير بسيط سلس ما فيهوش فيتشرز كتير قوي، فبالنسبة لي هيكون 3.5. وأخيرا لو هنقارن فاليو فور ماني الموبايل ده ممكن يكون 3 من 5 فاليو فور ماني، ولكن لو أنت مش فارق معاك فاليو فور ماني وفارق معاك فعلا تشيل موبايل شكله جميل ورائع. بس عامة الموبايل ده هتلاقيه موجود في حتت كتير، أنا عامة بشتري موبايلاتي من هارموني مكان لطيف عندهم موبايلات من كل الأنواع، أنا في العادي بروح أشتري موبايل بشتري منهم ومش هيكون عندي مشكلة لو حد كلمني بيرسونال إن أنا أرشح له الموبايل ده. شكرا، شفت الفيديو تأكد انك تعمل لايك اشترك في القناة، اشوفكم.